الرز الحساوي شغال زي ما انتم سامعين. انا ودي احط اللوم يطير بس لسه توه بدري. ها لسه ندخل على الدجاج. يلا نبدا بالدجاج والحشوه. اول شيء راح نسويها الحشوه صح؟ ايوه. عندنا البصل. حلو. اول شيء نبدا فيه البصل. ايوه. نحط شويه فليفله. الطماطم. شويه كزبره. شويه كزبره. ايوه. نفس البهارات اللي استخدمناها في الرز الحساوي نفسها. حلو. اللومي. ايوه اهم شيء. وعندنا الكمون. الكمون. عندنا هنا بهارات مشكله. جميل. وعندنا هنا القرفه الناعمه والدرسين. شيء بسيط. حلو. والكركم. ممتاز. فنفس بهارات الرز اللي حطيناها نحط كميه مع الحشوه. احنا في الحساء نستخدم الرمان كثير. هذا رمان مجفف ممكن اضيفه، يعطي طعم للحشوه ويعطي حموض. هنا ممكن نضيف شوية الزبيب اللي هو ممكن البعض يسميه زركش صح؟ زرشك. أو زرشك. أيوه. بس إحنا في الحساء دائما نستخدم الرمان طول الموسم. حتى يستخدمونه كثير في الكشنات مع الرز وكذا صح؟ شوي سنتين بس. أوكي. مرة كمية بسيطة من الثوم. إحنا رشة ملح. حلو. بس. ممتاز. خلطهم. نخليه في حالة تشتر. مع بعض. أحس إنهم خلاص تجانسوا. حلو. أبتدي أحشي فيهم دجاج. ممتاز. شم الريحة. هذا قبل ما تطبخ. شوف. يا سلام. اللومي هو الصراحة طاغي على كل شيء. هذه عندنا إحنا طبق في الحسا مشهور الدجاج المحشي. ينحشى الدجاج ويجلس في القدر وبعد ما يستوي ينشال وموية اللي انطبخت فيها الدجاج ينطبخ عليها الرز. اسمه الدجاج محشي. اسمه دجاج محشي. ايوه. إيه خبر الظاهر اذا ما كنت غلطان السنه اللي راحت حق حلقه المنطقه الشرقيه رحنا عند واحد طباخ حساوي وسوى لنا دجاج محشي كان روعه. تاج الدجاج المحشي يكون حجمه صغير. حلو. إيه هذه عندنا ما هي كبيره 750 جرام. وش السبب انك تبيه صغير؟ أول شيء طعم الدجاج يكون في المحشي طيب، وثاني شيء أنت لما تتكلم عن الدجاج المحشي والدجاج هذا الصغير أسرع وأطعم مع الحشو. لو بقطع الدجاج ممكن أستخدم الدجاج كبير، لكن بس بستخدمه أنا كامل ممكن أستخدم الدجاج الصغير. حلو. فالحشوة عندنا راح يعني تصير شكلها أجمل لما الدجاجة تنطبخ وتخلص لأنها معطية قوام أكثر للدجاجة صح؟ صح. وتعطي طعم حتى أنت تأكل تأخذ من الحشوة مع الرز طعم ثاني فعلا. هل هي اللي قاعد تسويها أنت هذه الخلطة يعني الأصلية واللي مشهورة فيها أهل الأحساء؟ كل بيت له طريقة في الحشوة. يعني إحنا اليوم سوينا من الأشياء البسيطة اللي عندنا اللي استخدمناها في الطبق الرز الحساوي هي نفسها استخدمناها للحشوة. ممكن أحد يحط بيض سمان. ممكن احنا بيض سمان. ايوه يصير سالقه ومخلصه ومقشره وبعدين يضيفه. بالضبط. ايوه. في ناس مثلا ممكن تحشيه بس بصل وزبيب، في ناس تحشيه مكسرات على حسب الرغبه يعني. حلو. ايوه. بس اهم شيء انه يكون دجاج محشي. اقول بسم الله عليها وعلى الفرن. يا سلام ولا اروع. دجاج يعني الصراحه اليوم مختصر الوقت. ايوه. اضفنا عليه بس الحشوه. ندخل الفرن على حرارة كم؟ 180 تقريبا. 180 ايه. 25 دقيقة يكون جاهز. حلو. يعني على وقت ما يكون الرز استوى. يا سلام. خلاص ندخل الدجاجة ونرجع لهم إن شاء الله ويشوفوا الدجاج مستوي والرز مستوي. يا سلام. ونشوف لمساتك الأخيرة في التقديم. أكيد أكيد أكيد.